فيما يبدو أن النظام السوري يجد صعوبة بالغة في إسكات صوت الاحتجاج حسب وصف هيئة الثورة. الجيش الحر. فبعد حمص تنتفض هذه المرة إدلب وتظهر هذه الصور بخان شيخون إحدى دبابات جيش النظام وهي تحت سيطرة الجيش الحر، وحديث عن معارك كبيرة بين الطرفين. وفي محاولة لاسترجاع المدينة وصلت قوات كبيرة من جيش النظام، وحديث عن حملة أمنية كبيرة شرع فيها جيش النظام ضد الأهالي. صلي على النبي، صلي على محمد. وفيما لا تزال مجازر حمص تصنع أجواء غضب وحزن شديدين، اندلعت مواجهات كبيرة في الحسكة وأنباء عن اعتقالات وجرحى في حالات خطيرة. أما في بابا عمرو فتعود لتصل مرة أخرى صور من الحي، اشتباكات بين جيش النظام والجيش الحر في بعض الشوارع، وتظهر الصور سيطرة الجيش الحر على إحدى دبابات جيش النظام، مما يعيد الحديث مرة أخرى حول حقيقة السيطرة على حي باب عمرو. وفيما يواصل السوريون تشييع القتلى في مشاهد ألفها العالم لما يقارب سنة، تتواصل المسيرات لتؤكد مقولة عنان الأسد بأنه لا يمكن تغيير اتجاه الرياح، ولكن على الأسد تغيير اتجاه الشراع الذي يقود سفينة النظام السوري. أمين حميدي، العربية.